بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن علم الأزواج والدماغ. يقول العلماء أن الدماغ الإنسان لا يستطيع القيام بأكثر من مهمتين بنفس الوقت، فعندما يقوم الإنسان بمعالجة مسألتين معا فإن القسم الأيسر من الدماغ يعالج أحد المسألتين والقسم الأيمن يعالج المسألة الأخرى، وهكذا يميل البشر الاختيار الأبسط وهو الاختيار بين شيئين. والمذهل أن القرآن يتفق تماما مع هذه الفطرة البشرية، حيث نجد الاختيارات دائما بين أمرين، الخير والشر، أيضا الحق والباطل، أيضا الضلال والهدى، والجنة والنار، الكرم والبخل، العدل والظلم، الحسنات والسيئات. بينما نجد أن الأديان والمعتقدات التي ابتدعتها الإنس تضعك أمام خيارات كثيرة بشكل يخالف فطرة الإنسان. لذلك يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة الروم آية 30، والله أعلم.